ما نسيناش بقى أبدا نكون مع الناس في الشارع. تعالوا نشوف مذيعة الشارع هدير عملت إيه. تعالوا بينا نطلع للتقرير ونرجع على طول. تفضل. كتير من أمهاتنا ليهم مواقف كوميدية ومضحكة جدا جدا على السوشيال ميديا، زي إنها لما تحب تطلب منك طلب فتكتبه لك في كومنت. تعالوا نشوف ايه اكتر المواقف الكوميديه اللي بيعملوها امهاتنا على الفيسبوك والسوشيال ميديا. مامتك متابعه السوشيال ميديا؟ والله البيت كله متابع السوشيال ميديا. متابع السوشيال ميديا مش قوي. يعني عندها فيسبوك؟ لا ما اعتقدش انها عندها حاجه زي كده. اه اكيد طبعا، يعني مفيش حد دلوقتي مش ما عندوش سوشيال ميديا بيقدر يتواصل من خلالها، يعني كله قاعد على النت. لا مش قوي. اه بتتابع؟ لا. اه طبعا. لا لا والله انا والدتي ست كبيره بارياف على قد حاله. نص نص زي كل امهات العادي، يعني الاخبار المتوسطه. اه متابعه كل حاجه. هي متابعين انا على السوشيال ميديا. عندها فيسبوك واتساب؟ لا خالص. لا والله هي بتحاول. اه متابعه مش قوي. قوي ولا مش متابعه؟ مش متابعه. امي بتمسك التلفزيون بالعافيه. يعني عندها فيسبوك؟ لا لا بتاع اخويا، هي بتستخدم بتاع اخويا يعني. ما تهتمش بالسوشيال ميديا عامه. اه لا والله أميرة، ده انت تبصها من هنا ومن هنا. اه لحد ما مش كتير يعني، اخرها واتساب مثلا. ها يا ابن اللذينة، ايه اكتر كارثة او مصيبة عملتها لك على السوشيال ميديا وسط اصحابك بقى واهلك؟ بتحاول مثلا تحصل عليا من الاخر يعني. ما بتعملش حاجة على الفيسبوك غير ان هي متابعين. فرحاني والله لازم كل السوشيال ميديا هي. مثلا احفل بقى على صحابي تقول لي الله يرحم انت مثلا عملت كده. المصيبة الأكبر إنها عايزة تجوزني. تدور لك على عروسة يعني على السوشيال؟ بتحفل عليك ازاي؟ حد كان من زمالي، كان معلق عليها زمالي في الجامعة وكده، البنات وكده، فلقيتها داخلة وبتكلمها وبتقول لها أنت مين ومش عارف إيه في وسط الكومنتس، فالموضوع كان بس اوفر شوية. بس هنا بتشير حاجات غريبة يعني، بيبقى الموضوع اوفر يعني. هي اوفر بس. كنت بقول لها انت وحشتيني مش عارف ايه، لقيتها بقى مسيحه لي ان انا ما بقعدش معاها بقى ومش عارف ايه، وكتبت بقى كل حاجه قدام الناس. ماما شكرا. هي بتعمل لنا منشن بس، احنا في حاجات معينه عاملين لها سيستم مع بعض كده. الثلاث ايام الاجازه اللي فاتوا كتبت لي بقى هنعمل يوم غسيل ويوم مواعين ويوم تنظيف وكده. شوفي برجك مش عارفه ايه، شوفي. وفي الاخر لما بقول لها ماما بلاش فضايح بتقول لي ما عملتش حاجه، صدقيني ده لوحده. الكومنت بقى صباح الخير مساء النور وهكذا. بتنزل لي كومنتات ربنا يحميك من العين والحاجات دي، اصحابي طبعا بيروشوا عليا وكده. ببقى بنزل صوره ما شاء الله الله اكبر يا حبيبي، لما بتزعل مني بتنزل بوست كده انا ما عنديش ولاد، ويتنزلوا عندي في الصفحه. تنزل لي صور ما ينفعش انها تنزل وانا صغير وكده، فضايح من الصور العاديه. تكتب الكلام كله غلط يعني، تقري الجمله تلاقيها ليها معنى تاني غير اللي هي قصده، فانت المفروض تفهمي اللي هي عايزاه بقى. ايه بقى معاكي؟ كل حاجة تتخيلها ما تتخيلهاش بتقولها على السوشيال ميديا، لدرجة ان انا منزلة واحدة من صحابي تقولي لا بس انتي احلى منها، هي مش حلوة قدام الناس كلها، وان هي مش عاجبها الكلام يعني.